أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم جميعا أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. الباذلون عظماء هم ومميزون. حينما تبذل المال لوجه الله سبحانه وتعالى ومن أجل رفع حاجة مؤمن هنا أو هناك فإنك عظيم، وحينما تبذل الجهد والوقت من أجل الله ومن أجل مجتمعك وأمتك فأنت تسمى عظيم، وحينما تبذل وتبذل وتبذل في شتى أنواع البذل وبتنوع مصاديقها فأنت عظيم، ولكن حينما يكون البذل بأغلى ما تملك فإنه قمة العطاء وقمة الإيثار. الباذلون للأرواح والأنفس هم العظماء حقا، وكل بذل يصغر أمام بذلهم، وكل عطاء يصغر أمام عطائهم. فأشرف الموت قتل الشهادة، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إنهم الشهداء أهل العز وجمال جبين هذه الأمة على مر الزمن، رحلوا ليتركوا لنا سيرة عطرة، فهم التاج المرصع بياقوت الإباء والذي مكانه الرأس فخرا ولا غير. أبطالنا وتاج رؤوسنا، فهنيئا لهم الشهادة، وهنيئا لهم المجد، وهنيئا لهم العزة. يكفي شهدائنا الأبطال تشريف الله تعالى لهم بهذه الشهادة، واصطفاؤهم من خلقه، ورفعة القدر أحياء وأمواتا، والنعيم الأبدي الذي يجبر الله تعالى به قلوب الفاقدين من أمهات وآباء وزوجات وأبناء. لله در الشهداء، هم أعلى الناس مرتبة أحياء وأمواتا، وهم أرقاهم مكانة وأشرفهم منزلة. عاشوا وهم يرون أماكنهم العليا ماثلة قبل بلوغها، فيهون المسير وتذلل كل الصعاب وتموت صيحات المخذلين. عاشوا وهم حالمون نحو الأفق البعيد بمستقبل مشرق نتيجته إما النصر أو الشهادة. عاشوا وهم تحفهم العزة في قلوبهم ومجتمعاتهم، ولهم التوقير السامي في قلوب حتى أعدائهم قبل بني جلدتهم، فهم عاشوا لقضية بأرواح حرة
وماتوا عليها. فيا معاشر الشهداء، طبتم أحياء وأمواتا. فالله نسأل أن يعلي منازلكم ويجزي أمهاتكم ويجبر أراملكم ويحسن نشأ أبنائكم ويعوض الأمة في فقدانكم خيرا ويخرج الأبطال بما صنعته أيديكم. عذرا لكم أيها الأبطال، مهما قلنا جميعا ستظل حروفنا وكلماتنا عاجزة عن إيفائكم الحق وتصديق الأمجاد التي أهديتموها لنا شامخة تتناقلها الأمة جيلا بعد جيل. إنهم قوم درسوا العزة للناس في أبهى مع قولا وعملا. إنهم شهداء اليوم ومجاهدو الأمس. عطروا أيها الأحبة أيها المؤمنون مجالسكم بذكرهم، أحيوا قلوبكم بفعالهم، وأعملوا عقولكم بمصيرهم. كيف عاشوا؟ كيف كانوا؟ كيف سطروا تأريخهم بمداد الذهب؟ كيف استشهدوا؟ ولأجل ماذا زمجروا وأرعبوا وانتصروا؟ إن لم يكن بنصر تمثل أمام أعينهم فبشهادة رغبوا أن ينالوها ألف مرة كما ورد في الروايات. نعم، تبكيهم جموع أحبتهم عندما يخرجون من دنياهم كحبات لؤلؤ تفلت من نظمه واحدة تلو الأخرى، شاعرين بهول الخسارة التي سيحدثها فراغهم. لكنهم مع ذلك خرجوا ولم يتركوها، بل أعدوا الكثير من الرجال على أشكالهم الذين سيحولون الحزن بفقدهم فرحا بولادتهم، بالتخلق بفعالهم والسير على منهجهم إعلاء لكلمة الله ونصرة للدين وللأمة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. نعم أيها الأحبة، شعب يقدم قرابينه الواحدة تلو الآخر، شعب يقدم أضحياته الواحدة تلو الأخرى في حب الوطن كل الوطن، هو شعب لا يقف في طريق انتصاره شيء، شعب اعتاد على روح الشهادة لا يمكن أن يهزمه شيء، شعب عشق الموت من أجل حريته وكرامته لا يمكن أن يخيفه شيء، شعب هكذا سلوكه، شعب هكذا هي قيمه ومبادئه ومتبنياته، لا يمكن أن يرى الهزيمة ولا يمكن إلا أن يرى النصر أمامه، شعب لا يتردد في تقديم الشهداء أمام حريته وكرامته، شعب لا يمكن أن يهزم. استمرار قافلة الشهداء ضحايا القمع والبطش هو شاهد إثبات وإدانة ضد صناع القتل في بلدنا، ضد المجرمون ممن امتهنوا سفك دمائنا. هذه شهادة إدانة، شهادة سوداء ستبقى على مر التاريخ تسود وجوه القتلة من أبناء شعبنا. القتل طوال 3 أعوام ونحن في الرابع من حراكنا أثبت أنه عامل اندفاع وإصرار أكبر للشعب، ولن يصنع غلبة للسلطة. هم واهمون إذا ظنوا بأن القتل وسفك الدماء سيصنع نصرا لهم.
واهمون إذا ظنوا ذلك. فعلى النظام أن ييأس من تراجع هذا الشعب، فهذا أمر مستحيل. تتعدد الانتهاكات في البحرين بين الاعتقالات، بين اعتقال وتعذيب وسلب للحريات، وبين سلب لحق التعبير، ومداهمة للمنازل، واعتقال للعشرات. ولكن كل ذلك وكل هذه الانتهاكات تتوقف عند أكبر انتهاك، وهو سلب حق الحياة من المواطنين وقتلهم، فهو أكبر انتهاك وأعظم انتهاك تشهده البشرية، أن تسلب حق الحياة من إنسان حر. أكبر ما يملكه هذا النظام هو قتل المواطنين لثنيهم عن مطالبهم بالكرامة، بالحرية، بالعدالة، بالمضي في سبيل إقامة الحق وتصحيح مسار وطنهم، لكن ذلك لن يثنيهم، بل يصنع منهم أبطالا وفي أعلى المراتب عند الله سبحانه وتعالى. غياب المحاكمة العادلة الحقيقية والمحاسبة لقتلة الشهداء يؤكد أن منهجية القمع هي منهجية تصدر بأوامر عليا ومن كبار المسؤولين، وليس هي تصرفات فردية كما يدعى. جرت محاكمات وتجري اضطرارية احتاجها النظام يوما ما، وكانت النتيجة تبرئة المتهمين فيها من صغار المسؤولين والشرطة، أو إصدار أحكام هزيلة بالسجن لأشهر قليلة. لا يوجد أي دليل على تنفيذ النظام أي حكم صدر بحق هؤلاء القتلة من هذه الأحكام الهزيلة. القضاء ينشط ليلا نهارا في إصدار الأحكام الانتقامية ضد المواطنين والأبرياء حتى الأطفال والنساء، ولا يتحرك في قضية فساد هنا أو هناك أو قتل للمواطنين، بالرغم من وجود عشرات القضايا التي لا تحتاج إلى جهد، لا تحتاج إلى بذل وعناء ووقت لإصدار الأحكام فيها. فالقاتل معروف بين غير مخفي، والدلائل عليه كثيرة، ولكن العدالة غائبة في هذا الوطن. القصاص من القتلة أمر محتوم وقادم لا محالة، ولا تنازل عنه يوما ما، ولن يسقط بالتقادم. هذا أمر لا يمكن أن يسقط، حتى لو مات قاتل هذا الشهيد أو ذاك، سيأتي اليوم الذي يجرم فيه القاتل وهو في قبره، لنعلن للبشرية، كل البشرية، وللعالم، كل العالم، بأن فلان هذا قتل أبناءنا، سفك دماءنا، حتى وإن مضى من هذه الدنيا سيجرم يوما ما. فهذا لا يسقط بالتقادم. الشهداء، كل الشهداء من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، هم دليل على أن السلطة لا تستثني أحدا أبدا من بطشها وقمعها وقتلها وسفكها للدماء. فالجميع أمام مرماها أو تحت مرماها، بغض النظر عن توجهه ومن يكون وأين يكون. نعم، الشهداء رضوان الله تعالى عليهم هم عنوان وحدتنا جميعا. فلننطلق من عنوان الشهداء، من دماء الشهداء،
إلى كل قضايا الوطن. دماء الشهداء ليست للمراهنة عليها من أجل حزب أو جماعة أو تكتل. الشهداء عنوانهم الوطن وسيبقى عنوانهم الوطن، أكررها مرارا وتكرارا. لا يوجد شهيد لحزب أو لفئة، بل لا يوجد شهيد لطائفة. فما قدمه الشهداء قدموه من أجل الوطن، كل الوطن. اليوم الذي يأتي لنضع فيه علم لفئة هنا أو هناك، أو لحزب هنا أو هناك، على شهيد من شهدائنا، معنى ذلك أننا قسمنا الوطن. فقط راية واحدة ترتفع على نعش الشهداء وعلى قبور الشهداء، هي راية الوطن التي تجمعنا فقط وفقط. فلا يراهن على الشهداء من أجل تقسيم الوطن ومن أجل إفرازه مجموعات وتحزبات هنا وهناك. فالشهداء هم للوطن كل الوطن، وهم صناع الأمل، وهم الضمانة لانتصارنا، لأن دمهم ثمن حريتنا. فلنحافظ على هذه الدماء في أرقى صورها وفي أزهاها وأبهاها، ولا نشوه صورة الشهداء بأي خلاف أو فتنة ينشئها فرد هنا، أو إثارة ترهات لا تصب في صالح دماء الشهداء ولا في صالح الوطن كل الوطن. فحذاري من الانجراف إلى هذه الأمور. يجب الالتفات لأسر الشهداء منا جميعا، هذه مسؤولية الجميع، ليست مسؤوليتي أنا، وليست مسؤولية جمعية الوفاق فقط، وليست مسؤولية قوى وطنية فقط، مسؤولية رعاية أسر الشهداء هي مسؤوليتنا جميعا. فهم أمانة في أعناقنا، ويجب أن تتضاعف المسؤولية الاجتماعية والمعنوية والمادية والنفسية من قبل المجتمع تجاه أيتام الشهداء وأسر الشهداء. والله نشعر بالفرحة في عيون أبناء الشهداء، في عيون زوجاتهم، بين كلماتهم آباءهم أمهاتهم، يشعرون بالفرح بالسرور حينما يزارون من مجموعات من أبناء هذا الوطن. لن نقدم شيء الكثير، الشيء الكثير مجرد رعاية نفسية، أبناء المنامة في زيارة جماعية لأسر الشهداء في كل عيد، في كل مناسبة، ليقدموا لهم شيئا من العرفان والمودة والمحبة، وتقديم المحبة لأنهم قدموا من أجلنا. فقدوا الأبناء، فقدوا الزوجات، فقدوا الآباء، يستحقون شيء بسيط فقط منا. فلذلك علينا أن لا نقصر في هذا الجانب، رعاية لشهدائنا واحتراما لشهدائنا، يجب أن نقدر أسرهم وأن نرعاها. سنبقى الأوفياء للوطن كل الوطن، ولدماء الشهداء، وللمظلومين في هذا الوطن، ولن نتراجع يوما ما قيد أنملة عن واجبنا الشرعي والوطني والإنساني. فمهما حاول النظام ويحاول جر مجتمعنا إلى مستنقع الطائفية تارة وأخرى، سوف يفشل فشلا ذريعا، وسوف يبقى الشعب، كل الشعب، محافظا على أخوته الإسلامية وعلى نسيجه الوطني. ولن يذهب النظام لاستدراجنا لمستنقع فيه عنف أو طائفية أو كراهية محرقة لهذا الوطن وللشعب. الشعب أثبت بسلميته
وبحضاريته التي يستلهمها من تاريخه ومن أخلاقه وانتمائه وبما اشتهر به عند العالم كل العالم، بأنه شعب محبوب محترم مقدر طيب لن يترك فرصة للنظام أن يحقق أهدافه من خلال العزوف عن السلمية والانجرار لمربع العنف. لن ننجر لمربع العنف مهما حاول النظام أن يجرنا إلى ذلك، وسوف نبقى ندين العنف ليلا ونهارا من أي جهة ومن دون تردد، ونقول بأن هذا العنف دخيل على ثقافتنا، دخيل على ثقافة هذا الشعب الذي تربى على السلمية والسلام، وفي نفس الوقت تربى على عدم الخنوع والاستسلام. لا عنف وسلمية، وأيضا لا ذل ولا استسلام ولا هوان. مخطئ من يظن أن تمسكنا بالسلمية هو حالة من الذل والانكسار والاستسلام. مخطئ والله من يظن ذلك. نحن بسلميتنا وفي كل يوم نسجل هدفا تلو الآخر على هذا النظام في الداخل والخارج. 3 سنوات من عمر حراكنا والنظام يفشل في تحقيق هدف واحد على مستوى دولي وحقوقي، وأبطال هذا البلد السلميون هم من يحققون الهدف تلو الهدف بسلميتهم في الداخل والخارج. فلا يغررن بكم أحد بأن سلميتنا ضعف وهوان وذل ويجرنا نحو العنف ونحو المواجهة، فهذا أمر مخطئ. سوف نستمر على مواصلة دربنا من أجل تحقيق مطالبنا، كل مطالبنا، حتى آخر رمق من حياتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأهدى ثوابها إلى أرواح الشهداء الأبرار.